افتحي يا هنان، افتحي يا هنان. هنان شو بدك معهم؟ خلصت اجازتك بالظاهر؟ ايه خلصت اجازتي بالظاهر. لكن وين كنتي؟ كنت عند مديريه السياحه عم مدد اجازتي، واذا ما انا كنت مصدق اروح اسالي المدير. ليش لحتى صدق؟ انا مو بالضروره صدق، انا المهم جوزك يصدق. ايه مصدقني جوزي المحمود، طولي بالك بس علي انت. لك اروحي وين ما بدك تروحي، شو دخلني تقولوا جوزي انا؟ ام محمود على كتر ما عم مددتي وراي وعلى كتر ما عم تشمشمي وراي حاسك جوزي. لا مو جوزي. ايه الحمد لله انك مانك جوزي. ايه بدك شيء هلا؟ ما بدي شيء. ما بدك تفوتي؟ لا مالي فايتة. فوتي. لا ما بدي حردك. انفلي محمود. لا كفوت. تعالي. اهلا وسهلا بالغالي. انت الغالي ومرته للغالي. اهلا وسهلا. يلا بالمزوقة. حبيبتي. والطيبة. انت الاطيب وانت الازوق. تفضلي يا محمود تفضلي، الصدر الك والعتبة النا، تشرفي بس. الله يزيد فضلك. ديني بالي. ليش بتعملي هالحركات معي؟ انت خفيفة رشيقة توعي. محمود. منيحة. أخباري؟ تمام تمام الحمد لله. يا من أنت كريم يا رب، كل ده كان لي لما شفت عيني. في شيء من وراء؟ إيه إيه. آه ما في شيء ما في شيء. أم محمود ما قلتي لي شو بدك تساوي بالمصاري اللي رجعتيهم؟ يا ستي لسه ما قررت، لكن يعني عم فكر حاليا إني أوزع ألف ألف على الماشي على سكان البناء وأذبح ديك مشان عيون الحساد. كريمة كريمة كريمة، والكرم إذا طلع من بيته مو عيب بالمرة. احكي شو ما بدك، بس هي النقزة لا تنقزيني. ما بقعد بيجيني ولا يعني هيكي يعني هيكي. شو هالجمال هذا؟ ايه شو بدك؟ أنا شو بدك تطبخي اليوم؟ النتيجة يعني. أم محمود ما بعرف شو بدي أطبخ، محتارة يا حبيبة قلبي أنتِ. أنتِ تحتاري بوجود أم محمود، قومي هيك لشوف شوفي بالفريزر، تعي معي. إيه لا لا أم محمود أنا بدي أحكي تليفون، أنتِ روحي شوفي الفريزر شو فيها وطلعي اللي بدك إياه وضبطي اللي بدك إياه. بيت بيتي. في فرارير. في فرارير. في لحم. في لحم. عظام. عظام. بعدين. ألو ألو، مكتب الكاتب وسيم الريس. يا هلا، مين معي؟ أهلين هنا، شلونك؟ كيفك أنت وجوزك؟ إن شاء الله كويسين. صحيح بدي أسألك، جوزك حكى لجوزي عن بصارة، شو قصتها؟ إيه شو بصارة يا سعاد؟ إيه شو بصارة؟ بتاخد ضبنات العقل. قالت لي اللئيمة إنه في وحدة حجرها قريب من حجر جوزي وناوية تتجوزه، مو هي بس كمان هو ناوي يتجوز عليه. تخيلي يا سعاد. قالت لي مشان هيك أنا بدي آخد حجرها وزدتلها إياه بالوادي، لكان ومشان زدتلها حجرها بالوادي وتبعد حجرها عن حجر جوزي وحجر جوزي عن حجرها كتبت لي حجاب ويا سعاد شو هالحجاب؟ مو معقول، عن جد مو معقول. وبعدين خلتني طبق شغلة مع جميل. ضحك عليه. ايش هالشغله؟ ايه مو طبيعي، عن جد طقيت ضحك عليه، بس نفذ كل شيء. لكن انا ما عندي مزح، لازم اطبق كل شيء، بس انا كمان كذبت عليه، قلت له حياتك يا جميل، اذا بتطبق هذا الشيء انا ببطل غار عليك. قام صدقني 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 صدقني. تخيلي، ومشي الحال، طبق كل شيء وساوى كل شيء بدي اياه. بس بتعرفي يا سعاد انا رافعه تليفون ما لك، مو بس منشان اقول لك شو صار معي، انا في شغله بصراحه سمعت عن جوزك. جوزك يا سعاد عم يحكي مع نسوان وذلك من خلال المسلسل، اي انه عم يعمل تستات لبنات. ما بعرف شو بدي لك. وين عم بيقابلهم؟ وانت مين قالك هالحكي؟ وين شفتي جوزي لحتى سمعتي من تمه هالحكي؟ طيب انا بس يرجع هلا بفهم منه. شوفي يا سعاد، يا مرته لوسيم المدعي انه اساس كاتب كبير، عن جد اسمعيني هلا لانه عم بحكي كثير 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 بموضوع كثير مهم. اسمعي حبيبتي، اذا بدك تعرفي من هالبنات اللي عم يروحوا لعند جوزك هذا السلال وعم يعملوا تيستات، قصدي بحجه التيستات ويقابلوا نسوان من ورا ظهرك، شوفي حبيبتي مالك غير شغله وحده، هلا بس تيجي لعندي البصاره رح ابعث لك اياها وتفتح لك مندان وبتعرفي تفاصيل الامور كلياتها، لكن بركي كمان بتعطيكي سحر مثل ما اعطته لجوزي، لكن وبتخليه يطبقه بتفاصيله، لكن وبعدين انت بتيجي بتبعد لك هذا الحجر عن جوزك عن حجار هالستات وبترمي لك حجارهم بالوادي مثل ما انا ساويت. إيه لكن تقبليني كم سعاد انا عندي. طب هلا روحي احطي، انا بدي فوت على المطبخ. مع السلامه. الله يبارك. شو قررتي محمود؟ هنا
كأني سمعت بصارة وما بصارة. شوفي ليكون عم تسألي وين داحشة مصرية أنا. شوفي أنا ما عندي هم غيرك، بعدين شو مين جاب سيرة بصارة وما بصارة؟ هيك سمعت أنا. عم بحكي عن الصبارة، بس أنتي قلب الأحرف المحمود. بدي بعد هالحجر عن ابني بأم القيوين، خايفة يحطوله لأنه المغضوب ما عم يبعث لي مصاري. مو مستغربة أنتي هذا الأمر؟ حجر يسفقك يا ام محمود، لانه ما في هيك موضوع. انت منين تسمعين محمود؟ منين تسمعين وجهي؟ منين تسمعين؟ لك عم بحكي لك اسراري، خدي واعطي معي. دخيلك انت، هلا المهم شو هذا كل هذا؟ شو هذا اللي عملتيه محمود؟ انا رح وفر عليكي، رح ساوي بهدول العظام شوربه العدس، وبهدول الشقف فريكه، وبهدول الناعمه لحم الناعمه مفركه الكوسه. انا مشان وفر عليكي، واللي ما عجبه لا ياكلها ما زكر اعلى، ياكل شرحات. في عندي احطيات بالفريزر. احتياط ما عم ينفك، فكي معي. لك شو قصتك هنا ما عم تجاوبيني؟ شو خرستي؟ هنا شو رايك؟ ابعت لك لا حاطين كرز عواد لحمي تضرب شو كحديد. ما جاب علي بضحك. لا معلش اضحكي. يبليكي قتلك، يبليكي بقتلك، وتضحكي على باب مسلخ. لا شو عملت عنزه يا محمود؟ هدول اكلاتي انا عرف فيهم، بالعاده بطبخ طبخه واحده كل يوم، عاطتي لي 10 طبقات ليش؟ انا معوده. ما بصير محمود، هذا بيتي محمود، يستر عرضك محمود، بيتي وانا حرفي، جوزي وانا حرفي، ولادي انا حرفي. لك ما حدا قال غير ذلك، بس لازم تنوعوا انتم بالاكل. شو جاب الكرز لهون محمود؟ انا حاططه تحت منجل كثير. فكرتوا لحمه نعم؟ شو اعمل بحالي؟ يعني انا منين بدي اجيب لحمه؟ انا لو عندي كنت جبت لك عواطف، شو بيعرفني اياه؟ هلا بساوي لك غير شرحات، اللي ما بده ياكل لا ياكل، لازم تنوعوا بالاكل انتم. كريمة يا ام محمود، يبليكي بقتلك بفوت ما بتشربيني قهوة، زيت تاخدي من بيتي، يبليكي بقتلك. انا هذا اكلي وما بدي تعملكي هيك، انا طبخة وحدة بدي احطها، عجبك ما عجبك الله معك، خلصينا. لك ما عم قول هيك يعني انه ما عجبني، لك عجبني ونص، خلص خلي الشغل. محمود يلعوا قلبي مثل ما لعيتي قلبي، بدي تعطيني حالي مع ام محمود، خلصيني انا هذول اكلاتي خلص، بطلتي ان شاء الله عنا ما اكلوا. خلينا نعمل مفركة بكوسا بس. بنات وتستاهل ناقص على الأقل. مرحبا. وين رايح؟ نعم شوفي. ما بدك تسمع الرد على سلامك؟ شوفي سعادها، الله يخليكي، أنا داي أخلاقي وعم قتل دبان وشيها. ليك، إذا أنت داي أخلاقك إيراط، أنا داي أخلاقي 24 إيراط، أيوة. معناته اتصلتي بجميل وحكالك القصة. إيه حكالي. الله لا يوفقك يا هالبصارة ويقطع برزقك مثل ما قطعتي برزقنا. وشو اللي زعجك من البصارة لحتى عم تدعي عليها كل هالقد؟ لأنه حضرتها رايح لعند هنا ومدري شو قايلت لها، بطلت تغار، وعلى الحالة هي ما بقى فينا ناخذ ولا حدث جديد بالمسلسل. وليش عم تضحكي؟ لأنه هي البصارة عطتك حدث لحلقتين. شلون بقى؟ لانه من شوي حكت معي هنا وحكت لي عن قصه البصاره من طقطق لسلام عليكم، وقالت لي انه ضحكت على جوزها واوهمته انها ما بتغار، بس هي بالحقيقه بتغار. انتي متاكده من هالحكي اللي عم تحكيه؟ هنا حكت لي من تمها على التليفون. مو صحيح هالحكي؟ عم تكذبني؟ لا انا ما عم كذبه، بس جميل هو اللي حكى لي، قال لي اليوم انا لبست وتكوسمت وتعطرت، ما حكتني ولا كلمه، ولا اجت لعندي على المديريه، ولا اتصلت فيني بالتليفون، معناتها ما بقى تغار. لا اله الا الله، انا لك عم توهمه، عم توهمه مشان ياخذ راحته مع النسوان، طلقته بالجرم المشهود. هي قالت لك هالحكي؟ الك روحي الله يوجه لك الخير يا هالبصاره، كيف ما اتجهتي وكيف ما التفتي، لانه فعلا بدها تعطيني احداث لا انا بفكر فيها ولا غيري. ايه اللي هلا وين كنت؟ وين بدي اكون يعني؟ بالمديرية عند جميل. ما قلت لك قبل ما تطلع من عند جميل خبرني ايمتى طلعت؟ مزبوط قلت لك، بس انا طلعت من عنده بكير، وصلت على الشركة شفت واحد مخرج في شغلة هيك صغيرة بدي اتفاهم انا وياه عليها. صدقتك. بس شو قصة البنات والتستات؟ انو بنات وانو تستات؟ شو عم تحكي انت؟ هلا هلا بدك تحكي لي شو قصتهم؟ لك لا في قصة ولا في مصة، لك منين عم يجيب هالسير؟ مين عم يحكي لك اياها؟ جميل، رفيقك جميل حكالي. جميل؟ ما توقعت منك هالشيء ابدا. ايه شو عليه؟ بسيطة بنتواجه. شبك ما تحكي؟ ما في شيء، بس شوفي سعاد،
إذا كان بدك تضلي هيك تسأليني وتحاصريني بالأسئلة بتشوشيني، بتشوشيني أفكاري. يعني بصراحة لا بيطلع بإيدي أكتب الأحداث، ولا الأحداث اللي حكيتي لي إياها، ولا الأحداث اللي صارت مع البصارة. الله يوفقك يا سعاد، روقينا وروقي وخلينا نقوم نكتب. ماشي يا وسيم، شو عليه؟ بنأجلها لبعد الكتابة. تفضل قوم اكتب. ملي لي فنجان قهوة. بدون قهوة بدك تكتب؟ ايه بكتب، الله يسامحك. اب الله لا يسامحك اذا في تيستات. ابو الحارس 100 مرة فهمتك، باب السيارة لحدا يفتح لي، بفتحه لحالي. روحوا كل رفقاتي اللي التقى مين يفتح له الباب وسكر لهم يا طارو. تفاولوا علي. الله يحميكي ويخليني اياك. ما بيعرفوا ياكلوا منك كاشا؟ والله شغله صعبه. الك عندي خبر بجوز يفرحك وبجوز يزعلك. الله يجيرنا خير. بدي سافر. لوين؟ يا حزرك لوين؟ تايلاند. الصين. قربتي. نعيم مو وقتك هلا بلا سؤال. فينك تتصلي بصديقة وتستعيني بالجمهور. يا لطيف. ما اسألني ماهر؟ ايه. خلصني نعيم، لوين مسافر؟ على اليابان. جابونيز جابونيز. وشو في باليابان؟ في كل شيء بدك اياه باليابان، برادات، غسالات، موبايلات، تلفزيونات، كل شيء بتلاقيه هونيك. بدي سافر معك. شو بدك تروح تساوي باليابان؟ بروح بتفرج على الغسالات والموبايلات والتلفزيونات وال والمسجلات؟ ايوه هي. طيب وشغلك ووظيفتك شو بدك تساوي فيهم؟ اطلب اجازه بلا راتب. بالله شو؟ بس انت ما معك فيزا. ليش انت معك فيزا؟ لا انا ما معي، بس بكره بدهم يعطوني الفيزا. اي بكره بتجيب لي معك الفيزا؟ شوفي انا رح اقدم لك ورائك. اذا اعطوكي فيزا كان به، وان ما اعطوكي فيزا بتضلي قاعده هون منيح؟ موافقه. سالم هلا فهيم معقول يرفع فيني تقرير ويضرني؟ ايه معقوله، ليش مو معقوله؟ ليك سالم ما تخوفني مشان الله، من غير شيء قلبي قامطني. لك يا حبي موظف لساته جديد، ضروري هالقري، ضروري تبقي كل شيء قدامه. شو بيعرفني هلا، الله يلعن الشيطان، الله يقصه للساني. هلا اللي صار صار، انصحني شو اعمل؟ يلي عملتي عملتي، هلا بدك تستني لحتى تشوفي نتيجة اللي عملتيه شو بده يصير عليكي. سالم شو رأيك بكرة تطري هيك بشي كلمتين حلوين، وإذا بتدفع له شي قرشين بجيبته كتير منيح. شوف بشوفه، أما مصاري لا. ماشي الحال بلا ما تدفع له مصاري، بس الله يخليك يا سالم حاكي شوي بلطف. ماما ماما حللي التمرين الرياضية. لك انضرب من خلقتي يلا. حللي التمرين الرياضية. تقسيم ولا ضرب؟ ضرب. أروح انضرب من وشي، أنا بفهم بالرياضيات، أنا شغلي تجارة. تأخر جوزي جميل. الغايب حقته معاه، بيكون هلا متحش له بشي سوبر ماركت وعم يشتري لنا فواكه. يقبرني هالجميل شو كريم، على طول فايت حامل ومحمل. ام محمود ما في داعي يجيب لنا فواكه، لانه برادنا متروس فواكه، يعني انا ماني بحاجه لعزر الفواكه لحتى اخرس عن نص ساعه او ساعه اللي عم يتاخر علي. هلا انت حضرتك شايفتي لي حالك بكم كرزه وصغار كمان. ام محمود هلا ما شفتي انت بالطابق السفلي كم قطعة فواكه موجود وكم نوع فواكه موجود بقلبها؟ في يعني؟ هلا اساس ما شفتيهم، يعني لازم تاكليهم كلياتهم لاتاكد انه انت شفتيهم؟ لا مو هيك القصة، بس هلا اذا اجى جميل بسخن غدا لحاله يصطفل بنتغدى انا وياك. جعت شنو انا؟ قومي لناكل. هلا انت بشو انا بشو؟ شو يعني انت بشو انا بشو؟ انت بشو؟ انا بجوزي عم فكر. انا بشو؟ انت ما عم تفكري غير ببطني. ايه طبعا بدي فكر ببطني.
بلا شو؟ ايه انا حبيبتي راسي هلا مقروق، ماني فاضي افكر لك بالاكل وطعميكي، بدي اعرف جوزي هلا وينه. هلا كل ما اكلنا لنا نقمه بتمننينا ريشه قرشك. ريشه قرشني؟ ايه ما عاجبك ام محمود الباب بفوت جمال الله معي؟ لا ما بصير، بدي اكل انا، فكري اني اكل وروح بعدين. تاكلي وتروحي؟ ايه ما توجعيني راسي لكان. انا عم وجع لك راسي. ام محمود حاجه تنقي فوق راسي دخيل الله، انا عن جد هلا اذا بدي اكل يعني انا نقيت فوق راسي. ام محمود اسكتي بقى، انا ما لك راسي. بليكي بقيت لك يا ام محمود. بلا اللي عم باكلها، بلاها بلاها النمه اللي عم باكل عندكم، كل ما فتحنا سيره الاكل بتعمل لي محاضره، ما عاد بدي اكل، ما عاد بدي اكل. لا بدي طعميكي للمره. ما عاد بدي حبيبتي. لا يوفقك ملا نحلي، وجعتني. صارت الساعة 4:15، حاجة لأقوم روح على البيت. جعت. يا 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 شو النحلة هاي؟ احمرت كتير، لازم ناخذ لها حبة التهاب، رح مرات صيدلية. ليك عم تجعني شي؟ يابا العافية. أهلا جميل، يا هلا. أهلين سهلين. شو ما شاء الله بتفتح 24 ساعة؟ لا طبعا أنا بسكر، بس اليوم مناوبتي. هذا من حظي. أهلا. أعطيني حب التهاب 500 دخيلة. أيتك. يا خي على القرصة يا خي، علبة معبة مني. تفضل أستاذ. شريف إيه على راسي. تفضل سيدي. يسلموا إيديك. معناها ما بدك تدفع حق الدواء اللي أخذته أم محمود؟ ما مشكلة، بضل مسجلين. أم محمود أخذ الدواء؟ أخذت دواء وأخذت أدوات مكياج وشامبو وكريم وكل شيء. أدوات مكياج وشامبو وكريم. يا حبيبي شو عم تنزل محرك على حسابي هاي؟ ماشي يا أخي، أنا رح أدفع لك حق الدواء اللي أخذته، تفضل. بس الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، من هلأ ورايح ما بتعطيها شيء على حسابي، ما بدفعها. هلأ أستاذ جميل مو مشكلة، إذا ما بدك تدفع حق الدواء كمان مو مشكلة. لك يا أخي مو موضوع موضوع الدواء، موضوع ما عاد ادفع عنا، لا عاد تعطيها شيء على حسابي، شو انا على بنك قاعد؟ وسيئة. شو دخلوا؟ شو دخلوا؟ لا تواخذنا. طعمي هالولاد بيكونوا جاعوا ماتوا من الجوع. ام محمود قومي انت طعميهم وكلي معهم بس احطي. بحط. طيب وانتي؟ انا بدي استنى السيد جميل. ها يقبرني اجا. اهلين تقبرني، اهلين ابن عمي. ام محمود انت ليش اخذتي دواء من عند الصيدلي ومسجلتيه علي؟ انا مزبوط اخذت الدواء بس ما سجلتهم علي. لكان شو قلتي له؟ قلت له بس طيب برجع بدفع لك. وهلا طبتي؟ شلون انت شايف ابن عمي؟ شايفك احسن. ايه ها هلا بروح بدفع له دغري، انا صار معي مصاري، ما عدت بحاجه لحدا. لا عاد تدفعي له، تدفعي لي الي لاني انا دفعت له. على عيني ابن عمي. يلا قمنا من سيره المصاري، رايح اسخن الاكل انا. جميل وين كنت لهلا؟ شو انه الصبح قلتي لي بطلتي تغاري، شو نسيتي؟ عجيب فعلا نسيت، بس ما بعرف ليش قلبي هيك غلي عليك. انا اصلا قايل لك اني راح اتاخر.
صحيح قلت لي انك رح تتاخري بعد الحمى، كيف بنسى؟ يبعث لك الهنا لا بقى تنسي، فايت خير وعي. صار لي ساعة عم بسألك ليش رحت على الصيدلية ولهلا ما جاوبتني، جاوبني جميل. مريت اشتري الحب. حب؟ حب شو؟ حب التهاب. ومشان شو حب الالتهاب؟ مشان النحلة. اليوم قرصتني نحلة قرصة، شو فيها المنظر؟ رقبتي لهلا راحتي بس. ورجيني لشو؟ هلا أنت متأكد جميل إنه هي قرصة نحلة؟ على مالك على رقبتي، قلتلك يابساني. أنا بدي يبسها أكثر جميل. لا مو قرصة نحلة. لكن شو؟ وحدة ماستني من تحت قبة القميص، هي قرصة نحلة. شو هي؟ ما بعرف، شايفني هبلة لحتى صدق إنه النحلة حامت ونزلت تحت قبة القميص وأنت لابس جرافات وماسكها هيك على رقبتك، وتنزل تحت قبة القميص وتعضك، قصدي تقرصك. إنه هي قرصة نحلة، حبلك تصدي حبلك، ما حبلك تصطفلي. ما حبلي جميل. ايه المعنى؟ هلا بتشوف، هلا بدوب الثلج بمان المرش. شو بدك تساوي؟ هلا بتشوف تقبرني، رح شوف اذا هي قرصة ولا شي تاني، هلا بثبت لك تقبرني. عجيب. اكيد راح تتصل بالدكتور، تراهنوا. الو مرحبا دكتور، كيفك؟ انا مدامته للاستاذ جميل الحمصي، انا اسفه اذا دقيت لك بوقت مو مناسب. ايه ماشي دكتور، تسلم. لا بس هيك جوزي شوي سخنان، حابة تيجي تشوف لي اياه شوي، حاكم خايفة عليه يقبر قلبي. ايه ماشي لو سمحت. شكرا كثير دكتور، عم نستناه. مع السلامة. ليش هيك عملتي؟ ما بعرف بس حبيت اطمن عليك شوي روحي. لكنه مو على اساس بطلتي تغاري، ليش فجأة ركبتي انا ريير ورجعتي لورا؟ ايه احيانا هيك بحب ارجع لورا، خاصة إذا كان جوزي حبيبي يعني تعبان ومريض، وبعدين أنا خايفة روحي إنه هي الحبة تلتهب عجيب، بعدين حبيبي رجال يقبر قلبي يروح يمرض، أنا ما مستعدة حبيبي تمرض، مو مستعدة تقبرني رجال يقبرني شو كيف. يا ترى مين هالبصارة هي اللي راحت لعند هناء؟ أنا لا بأمن بالتبصير ولا بالتنجيم، كلها هي خزعبلات، بس جميل أكد لي معناتها يلي راحت لعند هناء وحدة بتعرفها وبتعرف جوزها وبتعرف خصوصياتهم، بس مين يا ترى؟ مين؟ شو صار معك؟ لساتني عم بكتب. كم صفحة صرت كاتب؟ كتير بس صرت شايك للترباع. ليش؟ هي قصة الباب الصارة يعني ما عم بقتنع فيها ولا عم تفوت براسي. افوتها. منا دكتور؟ بسيطة، قرصة نحلة هي. قرصة نحلة؟ معقولة دكتور؟ هلأ هي قرصة نحلة؟ يعني قصدي ممكن تكون قرصة دبور؟ حتى لو كان دبور، العلاج نفسه. طيب دكتور شو العلاج تبعها؟ مطهر موضعي وحب ضد الحساسية. يعطيك العافية، عزبناك لنوصله. شرف دكتور. شكله لهالدكتور مو مقنع، ما عجبني. حياتي شو رأيك سمنا نحن مسافرين بعد بكره في حال عطوك الفيزا انه نروح نزورهم لبيت رفيقتك هنا، شو رأيك؟ اه نحن اللي لازم نروح لعندهم ولا هنا يجوا لعنا ويودعونا؟ هلا مو مهم مين لازم يروح لعند التاني، المهم نقعد سوا ونتحاكى سوا ونودع بعضنا البعض. هلا انت هيك بدك؟ انا هيك بدي. ايه هي عندك التليفون، اتصل فيهم واحكي مع هنا وسلم عليها وبس لا تشبع من صوتها تبقى خبرني. لك تقبري قلبي، تقبري قلبي شو صاير افري؟ يلا رح اتصل. الو مرحبا عمو، شلونك حبيبي؟ اهلين انا عمو نعيم حبيبي، اهلين 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 عمو، اهلين عمو، اهلين. البابا موجود حبيبي؟ مو موجود. طيب الماما موجوده؟ مو موجوده. طيب عمو ماشي، اهلين حبيبي، لا تواخذنا. ايه ايه عمو خلص بك زعما يصير عمو، شكرا كثير. ايه خبروا نحن اتصلنا. ايه يلا باي 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 عمو، باي عمو باي. شو صار؟ مو موجودي. يا
لك سامي، انت ليش ما ريحتي منك ورحت مع ابوك امك عبيت جدك؟ اه ما رحت مشان ما ترتاح مني. ايه تضرب شو غليظ. هلا انت شو مضايقك من وجودي؟ بدك تحكي مع شزا تفضل، بدك تكتب لها رسائل تفضل، اعتبرني مالي موجود. خد راحتك، مين ماسكه؟ مشان تتنصت علي وتعرف شو عم بحكي. ما ايه بعرفك. ايه لا تخاف، رح اقعد جنبك وسد ادني بطنطي. سامي مو جاي عبالك الفلافل؟ كتير، يا ريتك قلت له لبابا، بركان كان جاب له شي سندويشتين ثلاثه لنا. او ليش لا تستنى البابا؟ معي 50 ليره، روح جيب فيها ساندويشتين وخذ الباقي لك. موافق بس على شرط. شو هو الشرط؟ الشرط هو انك ما تحكي مع سوزا لحتى ارجع. انا موافق على الشرط اللي حطيته. بس ممكن اعرف ليش عم تضحك؟ شو جلده راسي سميكه مثل جلده راسها؟ شو مفكرني اجدب لتبعتني مشوار لاشتري لك سندويشات وارجع وتحكي مع شزا تخسر 50 ليره؟ بس انت اللي حطيت الشرط. كنت عم بمتحن ذكائك يا ذكي. هي اكيد هي، خد راحتك احكي معها شلون ما بدك. وها اذا برفع السماعه من الصالون. الو اهلين حبيبتي. عيني معاملتك هي بدها دفشة صغيرة. لكن ما في غير عم توعدني تدفشها، وصلك مدة تدفشني وما تدفشها. عيني هي ما بتندفش إلا بدفشة على حساب. أصر دافش لك عملي أكثر من تجيني بالمعاملة أحسن. حبيبي صرت بنص الطريق، إذا وقفت بتروع علينا كل شي دفشناه بهالمعاملة وبتطلع بلوشي. أول حال يا أبو شنبو صلي ساعة ملمح لك، يعني دفشة جديدة بدك تدفش حالك لقدام دون ما تتطلع لورا. الواحد ما بيستم إذا ما تطلع لورا. برافو عليك، لأنه إذا ما تطلع لورا بيوعنا بشي جورة وما حدا بيقدر ينقصه. مظبوط. هلا هو ندفش من خلقتي هلا وخليها بيناتنا وتذكر إنه نحنا دافشينه سوا، مفهوم؟ أبشر لعيونك. كلمة السر شنبو. أبشر. لا ترد عليه، بكرة بيدفشك على شي هاوية. ها هاوية مثل ما بدك قضوي. موينك شو وسع الصهين؟ شفت بعيني ما حدا قال لي؟ شو شفتي؟ شو شفت عم ترتشي عملية نصب واحتيال؟ مين قال لك انه عملية نصب واحتيال؟ هذا شغلي الخاص. هاد شغلك الخاص بتساويه لحالك ببيتك، مو بالمديرية، هي المديرية لكل العالم. لك انت ما بتحددي لي انا وين بدي اشتغل وين ما بدي اشتغل، مفهوم؟ إذا أنا ما حددت لك مين بده يحدد لك؟ هي المديرية مو ملكك. ولا ملكك. ليش هيك يا جماعة؟ صوتكم واصل للمديرية كلها. استاذ انا بقول لك خلص. سمعتك شو قاعدة اول مقعد؟ استاذ عم تتدخل بشغلي الخاص. استاذ بتعرف شو هو شغله الخاص؟ خليني ما بدي اعرف من غير ما اعرف. ما حدا بحق له يتدخل بشغل الثاني. الله يعطيك العافية يا استاذ فهيم، لا تواخذوني بس مشان الصوت شوي يخلي لي اياك. سلم لي على ابو نضال. دخيل لطحيني. يا هنو ما في غيرك بيعدل المزاج. قصه بغير اسلامي. الو حليل هنو هنو اهلا استاذ. اسف. لا هي هنو مدامتي، هي بتحب تطمن علي كل يوم. الله يخلي لنا اياكم ويبارك فيكم يا سيدي. حتى لو صرنا مدير الان برغبه الموظفين وبالانتخابات هذا ما بيغير من ولائنا شيء لسيادتكم. بتضلوا معلمنا. الله يخليكم. شكرا شكرا سيدي. شكرا لكم، مع السلامة. ألو. نعم نعم. مطعم دجاجتي. شنبو؟ مين شنبو؟ ها غلطان يا أخي. شو ها قال كلمة السر شنبو؟ أهلين ليلى. شو جايب اليوم بضاعة؟ فتح المعمل؟ ايه فتح، بس مثل ما قلتي طلعت شغل التموين، بس فتلك فت لحتى فتح هديك الحسبة. يا ستي قد ما يدفع بضل هو الربحة، كل يوم تسكير فيه بيخسر فيه كتير. بس شايفتهم قلال شوي. ايه انا هيك اتفقت معه، قلت له لما بحتاج بضاعة بدق لك تليفون، بتبعت لي اياهم بكيس بتناولهم من تحت لا من حس ولا من دري. وشو جايبة؟ فرجيني لشوف اليوم. جايبة بضاعة بتاخذ لعقلها. شوفي نقي اللي بدك اياه. على انو سعر؟ السعر القديم طبعا ولي على قامتكم معه. هيك باخذ. نقي نقي. بربب 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 بربب
انت بدك تضل هيك قاعد ورا مكتبك مثل ذكر النحل لا شغله ولا عمله؟ يعني شو بدك يعني اعمل؟ اطلع لمي معسل من برا؟ حلوه، قوم قوم جيب لي الوارد يلا. شلون بدي اجيب الوارد؟ ما بعرف ما بعرف. بتعرف تقرا؟ ايه بعرف. ايه قوم جيبه، بتلاقي مكتوب الوارد جيبه. ايه ايه هلا بقوم هلا. امتى بتقوم؟ خلص انا هاد. شو مكتوب عليه؟ هذا اسمه الوالد. يي دخيل الوالد على هالتخلفة، خلصني. بس تخلفة ظريفة ما تقدري. يي دخيلك خلصنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا وسهلا، كيفك استاذ؟ عليكم السلام استاذ فهيد. نعم خير. شو جاي سلم عليكم انا؟ ايه هي سلمت علينا مش الحال قضوي. لك شو قضوي؟ هيك بتحكي مع اللي بده يجي يطمن عليكم؟ لك يا عيني هيك طمنت علينا قلي شو بدك؟ انا ماني جاي لعندك اول شغله لازم تعرفي، جاي مشان الاستاذ فهيم، بدي اعوزه بكلمتين ضروريات. شو بدك منه؟ لك شو دخلك انت بهالقصه؟ خلي صدرك رحيب، هلا انا بدي طويل التينه وانت صدرك رحيب، رعيبه قريبه على عين التينه، طلعي من الموضوع بعدين هي شغله رجال مو نسوان. طول انا فهيم روح معه خمس دقائق بس. ماني لغسل وشي وروح اتنكر. لا تفقد مصاري لاني ملتاعة سابقة. هذا هو الموقع الأول. بلشنا بمسلسل الفصحى، تعودت كل يوم تشوف مسلسل فصحى، راح اطق ان شاء الله ما اطلع سقيمه مثل حكايتهم. رجعي يا ولاد. لا تخافوا، نحن متفقين مع المخرج، في واحد قعدوا هون مشان يجي يغسل الغساله، مشان ما يرتعبوا اهل يعني الاطفال، بيرعبوا بلد. هيا اذهبي يا سعديه بنت المسعود الى الموقع الثاني. قد تفقدت كل المواقع وسأتفقد الآن المواقع الأخرى. تفقدت أنا الموقع الأول وسأتفقد الموقع الثاني. هذا هو الموقع الثاني. هيا سعدي يا سعدي يا بنت المسعود لتتفقدي. العم وينه؟ هل يا ترى شفطوهن جيران؟ لا مو معقول شفطوهن من السقف. إيه أنا ما حطيتهم أصلاً. لك اي بعت لك هم قولي من الاساس انه انا هون لك لازم اتعذب واطلع على السيبه تروحي قتل ان شاء الله. ممكن يا حبيباتي اطلعوا. بقي علي الموقع الثالث لاتفقد الموقع الثالث انا. هذه مواقعي. اين انت يا موقعي الثالث؟ ها هنا. اتصي مالك تعصصتي؟ اطلعي روحي قدم بس منيح هيك الحرامي بيتعذب كون انا اجتلقت عليه. يا حبيباتي خبوا رتبكم الحرامي اقصولي ما بيقدر ينكشفه الجن الازرق ما بيقدر ينكشفه على اساس قال يعني زريعة لأتفقد الموقع الرابع. هيا يا سعدي بنت المسعود إلى الموقع الرابع. هيا نشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لم يبقى لي إلا الموقع الرابع. هيا ادخلي يا سعدية بنت المسعود. ماذا جرى لك؟ ادخلي. الآن صرت متفقدة ثلاث مواقع، الباقي الموقع الرابع. هيا صعدي يا سعدية بنت المسعود إلى الموقع الرابع لتتفقدي الموقع. هذا هو الموقع الرابع. لك يسلمني الموقع الرابع. أحلاكم منظر.
صاركم بيفتح الشهية. دكتور جيني برافو عليكي، عرستي لي الموقع الرابع. ضلي فوق، ايه اوعي اكل اللوعة سابقا. واذا خلصت الانتخابات يعني ها؟ ليلي 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 على امل وجميل يا عين، ليلي 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 على جميل وامل يا ليل. ليلي ليل ليش هلا؟ ما في شيء، سالم اخرني شوي. سالم ها؟ خود خود افرز لي هدول، الوارد من المديرية لحال والوارد من الوزارة لحال، ماشي وحط لي كل شيء مصنف لحاله يلا. ما بعرف. الله لا يجعلك تعرف تاكل، بس بتعرف تدفش وتندفش، آه حبيبي؟ خود، ما حدا نزل من بطن أمه متعلم يلا. إن شاء الله بدفشك مرة جبل ما ينعرف لك أرواح. إن شاء الله أنت. أطوي! شو مش جمال؟ شو مش جمال؟ بس بالكم المحبوب. لك شو عاملة بحالي؟ هلا بنتي شغلة كثير غريبة ما هي؟ كثير ما ليش عاملة حلوة؟ بتطيري العقل شو ها؟ شان تصير شغلة مثلك. يا طيب لا يا علينا استحيك استحيك ايوه لك ضربها هيك قلب على قفاه دبل كيك شو اسمها هي وضربت بالعارضه ما شاء الله حولك شو رياضيه ما شاء الله انت ما في بقلبك لحمه لك ما في بقلبك شفقه أنا مقبور جوا بالمكتب نازل عم بكتب لك لا فنجان قهوة لا كاسة شاي خافي الله وانت قاعدة عم تفرجي على الفطبول شو صار معك؟ تفضلي عديه صار 200 صفحة وطابشين كمان عم تمزح ايه والله ايه ها هلا بترك الفطبول هلا بيطة قوم البيس وتكلون وحليه وروح لعند الغالي خذ له اياهم ونحن المسا بروح أنا وياك تمشاي بنقبض السلفة ايه لانه يا حصر الغالي بقى خالي اعمال واشغال ما له ناطر غير ال 200 صفحه لشرف انا وياك ونجيب له اياهم لكن بده يترزق بده يطعمي ولاده مو هو قال بده 200 صفحه بده 200 صفحه بس ما بينقروا معه للمساء لا ما ينقروا للمساء انا بقراهم ساعتين بساعه يا سيدي لا انت يا حصره انت بعملك هيك بينقروا معك ليش لانه انت فالهويه هو مسكين عقلاته على قدها هذا بده يومين ليقراهم بده يقراهم بتمعن بتمعن مشي مشي نعطيه يعني فرصة لبكرة المساء، منيحة لبكرة المساء، لأنه في شركة تانية دريت بالنص وقاتلة حالة على ما تشتري. أنت يا مخلوقة ما بتخافي الله؟ بدك يعني أكذب عليه للرجل قل له في شركة تانية وشركة ثالثة، أنا لا بكذب، ما بعمل هيك شغلات منوب، أنا رجل بتركه يقراهم اسمعي شوي وبتمعهم، ليش؟ لحتى بكرة لاقي اللي لا كاني ولا ماني. هذا كذب أبيض، لك كم مرة علمتها؟ لك وراء كل عظيم امرأة ايه مشان شدة لورا ولو كانت امامه لكانت اعظم منه ايه امشي قدامي ان شاء الله بمشي وراكي قوم قوم البيت فورا ايه فورا بقوم ربيت اشوف امي وولادها ليه ما بيطلعوا معهم الكتابة داري ميفاسا يعني عارف انه في وحده تخطف جوزي واقعد بارضي لك يا هنا كبري عقلك وبلا هالجنان ما بدي كبر عقلي اختي انا بدي اعرف انه هي عم تخطف جوزي مني تصطفلي عقلك براسك بتعرفي خلاصك بس بركي كشفي ما راح يكشفني بارك عنده مدلل عيني مدلل يما خالصه مجنونه انت على فكره مو معقول خلصيني بقى سميها مديرية السياحة لما بمشي على الرصيف هيدا بس هيدا في على فكره يمكن نسافر انا ونعيم على اليابان ها تحكي جد؟ ايه تروحوا وترجعوا بالسلامة طيب شوفي لي الطريق فاضي ولا لا؟ الله يكرمك لما بمشي على رجلي حيلا راسي حيلا ساعة
ليش شبني انا؟ انا عريس ونص وشافي، لا تشوفي شعراتي شايبين، بس لسه فيني رمى، انا بقدر اتجوز ثلاثه وما بقول اخ. خليني ساكته احسن بلا فضايح. عجل عجل روح لعند الغالي بركي بترجع وجايب الحلوان معاه. انا حلوان؟ ايه صحيح قلت لي ما بيلحق يقراهم للمساء، مو مشكله اذا ما اكلنا الحلوان اليوم بناكله بكره. فاول فاول فاول، لك خلصني حاج ضيع وقت بقى. سعاد بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، بس لا تطول هون ولا هون، يا هنيك يا هون، هون بنات هون تستاس. نو من عند الغالي على البيت فورا، بدنا نروح عند جميل وهنا مثل ما اتفقنا. امل وبركي يعني النقاش بيني وبين الغالي طول له شي ساعه ساعتين. مو مشكله عود 20 ساعه. والسهره تبع جميل وهنا من اجلها. لكان انت قدام المصاري كله بصير هويين. حوط بايات الله، الله معك، دير بالك على حالك. شو صار معك؟ ما عم تزبط معي، في هون قرارات موقعة من الوزارة وقرارات موقعة من المديرية العامة، وين بدي احط هدول وين بدي احط هدول؟ ها برأيك شو أهم؟ الوزارة طبعا. معناتها بتحطهم مع الوزارة؟ فهميني هيك من الأول. أنا مفكرة إنه اسمك فهيم يعني بتفهم، تعريك مو أخذ من الاسم إلا أحرفه وبس. طيب في عندي هون قرار مو موقع لا من الوزارة ولا من المديرية العامة، شو بدي أعمل فيه؟ لا مو معقولة، شو عم تخبص وتحكي أنت؟ أكيد غلطان. حق علي أنا. شوفي ترجيني. شو عاملة؟ نسياني تبعت هذا القرار على المديرية العامة. وأنا عم أقول لحالي ليش لهلا ما إجانا الرد؟ لكان أستاذ هذا لازم ينبعت على المديرية العامة مشان يتصدق عليه، هي وردة عفشة أكيد نسيته، يا تناست يا أصدر، أنت مالك غير أمل، هي اللي بتزبط لك أمورك وبترتب لك كل الأوراق، لكان جميل لكان أمل جلسي. ما بدي جلس، ما عاد بدي جلس، طاري فكت ما جلست. لك جلسي شو بدك تشرشحيني بالمديرية تطلعي وراكي. جلسي لك تحت الاختبار انت لساتك، هذا رجعي سخي وحطي له تاريخ جديد وجيبي لي اياه لوقعه ومسكي. ماشي استاذ، بس انا برايي رح اغير تاريخه حتى ما توقعه مره ثانيه وتعذب حالك، انا حابه ريحك. ايه ماشي نفذي اقتراحك. يلا استاذ. هوا امال مدري انا. تفضل 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 يا استاذ فهيم، وهاي الاربع بناتين اللي وعدتك فيهم. لك ليش هيك معذبه حالك؟ انا كنت عم بمزح معي يا جماعه، بمزح معك انا. ايه بسيطه يا استاذ، معنا محرزين، اعتبرهم هديه من اخت لاخوها. اذا هديه ايه مقبوله منك، شكرا. ان شاء الله بتلبسهم بالهنا. بس بدي اسالك، كيف جوزك قدر يلحق اربع بناطلين بيوم واحد؟ ليكون شائلهم شائلها؟ لا شو شائل ما شائل، تفرج يا استاذ، شوف شو خياط تنظيفي. اتصل امبارح برفيقه على حمص، جاب رفيقه من حمص واجي سهروا طول الليل مشان يخلصوا لك اياهم. ايوه ليكونوا تعبوا يا حرام، تعبوا كثير. لا شو تعبوا يا استاذ، تعبك راحة. طيب يسلموا ايديك كثير، فعلا انك انت بياضتيها. شكرا استاذ. مو معقول هالمدام سلوى شو معذبة حالها، تصوري جايبت لي أربع بناطرين. أهلين أستاذ فهيم. بيضتها؟ محضرت لك أربع قمصان بياخذوا العين. شتوي؟ يا عين. ربيعي؟ يا سلام. خريفي؟ شي ظريف. صيفي؟ مو معقول. مو معقول يا جماعة، هيك عم تخجلوني كثير، أنا شو عامل معكم لحتى عم تقدموا لي كل هالهدايا؟ ولو يا أستاذ فهيم، يعني ضروري الأخ يعمل شيء مهم لأخته، حتى أخته تقدم له هدية بسيطة. معك حق، معك حق، لك الله يقدرني ويرد لكم هالهدايا بأحسن منها. ولو يا أستاذ فهيم ولو، نحن ما بدنا منك هدايا، نحن بتكفينا رعايتك إلنا. موجودة إن شاء الله موجودة. ما هيك منال؟ طبعاً طبعاً. اما شو يا استاذ فهيم؟ يعني اخواتك ما بيعملوا العمل والمدامات، على كل حال مشان الطقم انا وصيت لك عليه على اوروبا سينيه. ما في مشكله، خدي وقتك خدي وقتك. لكي سلوى بناطلين هدول عملهم جوزك ما تساعدنا استاذ، بس بدي اتاكد من شغله كثير صغيره ما لها معنى، بس يعني للتاكد. ساعد
بعدنا. يا عيني يا عيني، كأنكم نازلين سوا على السوق ومنقيينهم. ألف مبروك يا أستاذ فهيم، تستاهل. الله يبارك فيكي. مثل ما وصيتكم امبارح، حكي بالسياسة ما بدي، ومثل ما بيقولوا بعد عن السياسة وشو؟ من غنيلة. حطولي على الغراض بشي كيس وبمرق آخر الدوام باخدهم منكم. وشو؟ مغنيلة. لا باخدهم منكم. في حم قلبك يا أبو عبدو، حم قلبي لك أبو عبدو. أبو عبدو أبو عبدو أبو عبدو أبو عبدو. ليك وإجا أبو عبدو. هلا أنت حبيبتي أم تحسين، جابت لك هزيتونات لتذوقيهم. تقبشيني، روحي انتي إذا بدك غديهم للأولاد. أم محمود؟ آه. شو صار فكرة الشراكة اللي بيناتنا؟ بيتي استخارة؟ أبيت للاستخارة. أم محمود؟ في حدا جمع عندك؟ لا أيوه ما في حدا. العمى، معقول يكون حرامي؟ منين بده يمرق الحرامي؟ بيمرق، تعي حقيني بتحسن. حوطك أنا يا حرامي، اطلع اطلع ولا أم محمود ضل هون أنا؟ الله يحيجك للفهم، لا الحقيني. اطلع يا حرامي ولا كمشتك انا، اطلع ولا من قفا الكنباية، اطلع اطلع من قفا. في حدا؟ ما بطلوا هون. وينو لك ها؟ عليك وقفي لشوف هون. اطلع ولا ما في حدا الحقيني. متخيل ما فيها جيران ولا لا بردي، ما بحاجة جيران انا. اطلع ولا ولا بعد لا شيء فوق انا. ما في حدا محمود؟ الصوت طالع من المطبخ. الحقيني اطلع يا حرامي يا جبان اطلع. الشباك هي بعت لي حمى انا والشباك نسيان نسكره. لك فعلا منيح اني ما فات.